احنا معانا على التليفون فنان والنجم الرائع اللي انا كل شويه اقول لاصحابي انا عايز او زمايلي هنا عايز استضيفه في البرنامج ونلعب ريست، الفنان احمد العوضي وموجود معانا على التليفون، خصوصا وانه يجسد شخصيه جابر الكوماندا في مسلسله الجديد ضرب نار. فانا هيبقى في عندي اكتر من سؤال. اولا يا احمد منورنا. الله يخليك يا يوسف، والله العظيم انا مبسوط بيك، والله يبسط بيه، وعارف ان انا يعني من الناس اللي انا بحبها جدا يعني. وانا كمان احبك بالمناسبه، وبعدين انا داخل رهان مع اصحابي ان احنا هنلعب ريست، فيا رب اعرف اغلب يعني، ربنا كبير برضه. عادي واحد تنورنا، اهم حاجه في يوم من الايام كده تكون عندك وقت وتكون مخلص تصوير على خير وتنورنا في البرنامج باذن الله سبحانه وتعالى. مش عايزك طبعا تحرق لي المسلسل، لكن هيجي اول سؤال، ايه اللي هيبقى فرق في شخصيه السنه دي عن السنه اللي فاتت؟ لا هو فرق كبير، وما فيش اصلا تشابه ما بين كوماندا وسيف الخديوي، لان ده حاجه وده حاجه، ده مختلف. ده متقيد من سوهاج، عنده قيم وعنده مبادئ وعنده اصول متربى عليها بحكم ان هو صعيدي، وقصه حبه هنا مع ياسمين عبد العزيز تبقى مختلفه عن قصه سيف الخديوي مع ياسمين. فالموضوع انا مختلف تماما، بلس ان هو هناك كان سيف الخديوي كان يعني راجل المفروض ان هو يعني مش خارج عن القانون، ده لا، ده راجل مكافح وراجل عنده ورشه كاوتش والحاجات دي. طيب اصل انا ليه بسالك السؤال ده؟ انا سمع، مجرد سمع، عارف انت السمع بتاع السوشيال ميديا ده، الفنان احمد العوضي قابل لوشا المشهور على تيك توك وقعد معاه وقعد يسمع منه مجموعه من المصطلحات، فانا ايه اللي جه في بالي؟ احمد هيقدم دور راجل ابن بلد بس فتوة، بيحل مشاكل، مسيطر على منطقه. لا 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 مفيش الكلام ده، لان انا اوريدي اصلا انا الشخصيه دي انا عملتها في الخديوي، وبعدين انا اللي بخلق المصطلحات. يعني انا اللي بعمل، انا معروف ان انا بعمل المصطلحات. لا لوشا معايا في المسلسل، ولما جيت اتصور معايا هو معايا واخدته في المسلسل، وانا بحبه يعني في حاجات فيديوهات اللي بيقدمها، وهو لذيذ بالمناسبه، بس انا بتحبه. فيديوهات لطيفه وراجل مجتهد وكل حاجه، فمفيش حاجه. لكن لا، اللي بيتقال ده وانا كل حاجه بتتقال هنقف عندها، لا طبعا مفيش الحاجات دي. انا بعمل شخصيه واحد صعيدي بتاع كاوتش مالهاش علاقه ان هو معلم وان هو الكلام ده كله يعني. طب قول لي، خلصنا قد ايه من المسلسل؟ هتفرحنا بانكم هتكونوا خلصتوا المسلسل قبل رمضان ولا مش هنلحق؟ لا ان شاء الله بنحاول نعمل كده وبتاع، وعندنا تحدي يعني انا وياسمين ان احنا نقدم حاجه للجمهور، الناس مستنيين ان احنا نقدم حاجه اقوى من اللي ملوش كبير، ونبقى على نفس المستوى اللي احنا بنقدمه دايما، وان شاء الله ربنا يكرمنا. وياسمين حتى عامله دور مختلف عن معانا تماما اللي هو مغرى. فيعني ان شاء الله رايك ان عامله مفاجاه للجمهور، وانا عامل مفاجاه للجمهور، وبمعونه طبعا الاستاذ مصطفى فكري المخرج وكتابه الرائع نصر عبد الرحمن، وانت في شركه كبيره زي تكنولوجي، فان شاء الله باذن الله نقدم عمل يعني يعجب الناس باذن الله. قدها وقدود، وباذن الله من نجاح لنجاح. اقول لك كل سنه وانت طيب مقدما، عارف ان احنا واخدينك من التصوير، مش عاوز اعطلك، مش عاوزين يبقى تقال عليك، ونورت وشرفت، الى ان نلتقي قريبا ابو حميد. نورنا في البرنامج. شرف ليا والله، شرف ليا باذن الله، تشرفنا باذن الله. كل الشكر، كل الشكر ليك، تحياتنا ليك، كل الشكر والتحيه لفنانا ونجمنا احمد العوضي. طيب.